السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير، وحشتوني جدا والله. فيديو النهاردة ان شاء الله هتعرف فيه مع بعض ازاي نعمل باور بانك باستخدام بطارية 9 فولت، ايا كان بطارية 9 فولت او اي بطارية موجودة في البيت، وده طبعا لحالة الطوارئ لو مثلا محتاجين نشحن موبايل في اي وقت مفيش كهرباء في البيت. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة احب افكركم بالمسابقة اللي انا عاملها. المسابقة خاصة للمشتركين معي على القناة، قناة الاختراع المصري، وتعتبر مكافأة مني على دعمين متواصل بجد تستحق أكتر من كده. شروط المسابقة هي: 1- عمل لايك للفيديو، 2- الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك، 3- مشاركة الفيديو مع الأصدقاء على الفيسبوك، 4- تعلق على الفيديو وتقول رأيك بكل صراحة، لازم تعلق عشان أقدر أوصلك، وإن شاء الله في 3 فائزين معايا كل أسبوع، والفائز عشوائي وليس اختياري. الفائز فقط هو من يتمم شروط المسابقة، والهدايا عبارة عن سماعة بيتس ونظارة الواقع الافتراضي وساعة اندرويد وساعة ابل وموبايل سامسونج S7 وموبايل ايفون 6 بلس. لا تنسى شروط المسابقة واتمام الشروط، وهارد لك للجميع، ويلا بينا نتابع فيديو النهاردة. اول حاجة نحتاجها وهي البطارية، زي ما قلت لحضراتكم بطارية 9 فولت زي كده او اي نوع بطارية مفيش اي مشكلة. طبعا هنحتاج الوصل يو اس بي، الوصلة بتاعت موبايلك اللي انت هتستخدمه. هنقطع الوصلة من ناحية الشاحن زي ما حضراتكم شايفين، هيظهر لنا اسلاك. هنستخدم الاسلاك دي الاحمر والاسود فقط لا غير، ونقطع الباقي ايا كان الباقي، دول 2 او 4 مفيش اي مشكله، المهم ان احنا نسيب الاحمر والاسود فقط، دول اللي احنا هنستخدمهم. بعد كده هنلحم الاتنين دول في البطاريه في السالب والموجب، ولو عندنا وصله للبطاريه يبقى افضل، لو مفيش اي مشكله نربطهم عادي في البطاريه، ويا ريت لو نلف عليهم بلاستر. وبكده يكون فضل التجربة فقط لا غير، نجرب مع بعض. زي ما احنا شايفين الموبايل حس بالشاحن وبيشحن. طبعا الفيديو ده الهدف منه ان احنا نعمل شاحن للموبايل للطوارئ فقط لا غير، عشان وقت الزنقة. اتمنى الفيديو يكون واضح وانه يعجب الجميع، لو عجبك متنساش عمل لايك للفيديو ومشاركته مع الاصدقاء، ومتنساش المسابقة وشروط المسابقة، ويعمل لايك وشير وتعليق، لازم تعلق وتقول رأيك في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.